احتاج المواطنين بالانتقال من مقراتهم الى مقر اقرب مقر لمكاتب التأمين المتنقل علشان نقدر نقدم الخدمه في محل المواطن. الحين كمان زملائنا من السادة المحافظين بالتنسيق مع وزير التربيه والتعليم ان شاء الله بيساعدونا في ان احنا نفتح مدارس كبيره، خاصه ان احنا المقرات المدارس موجوده في وقت الصيف، ففي دعم من السادة المحافظين ومع وزير التربيه والتعليم ان احنا نتيح مساحات واسعه في التنسيق مع تعبئة كاملة ميدانية سواء من صناع الحياة أو من وزارة التضامن أو من الرائدات أو من مكاتب السادة المحافظين أو من مديريات التضامن على مستوى الجمهورية. الهدف من هذه الحملة هو إن احنا نسجل أكبر عدد ممكن. احنا نتمنى إن احنا نستنفذ المراحل الأولى اللي هي مش محتاجة كشف طبي دقيق. كل من يحتاج كشف طبي دقيق خاصة المرحلة الثالثة اللي هي ما بتبقاش ظاهره وتحتاج الى اثبات طبي، زي واحد عنده نيموفيليا ما نقدرش نعرفه، الكشف الوظيفي ما يعرفوش، زي واحد عنده ضمور عضلات بسيط، شلل دماغي غير مرئي، ده كله محتاج ورق بعينه من وزاره الصحه وكشف طبي.